أنا بموت فيك. الغرفة رح تصير غرفتي أنا، رح صير أنا بملك كل شي، حتى هالتخت رح يصير إلي، وهالكنزة يلي ماسكتيها أنا يلي رح قرر إذا لكان رح يلبسها. كل شي حيصير مثل ما بدي، وهذا اليوم مو كتير بعيد، رح يجي عن قريب. صار لها 3 أيام ولسه لهلا ما لقيناها لبنتي، وما في إلا أثر، وكمان ولادي الاثنين اختفوا ما لقيناهم. في حدا ورا هاي القصة؟ نحن حكينا مع الشرطة وما صار شي لهلا، بترجاكي ساعدينا لحتى نلاقي ولادنا. ماشي، أنا رح حل الموضوع. إذا في ناس عم تختفي من بيجو سراي أكيد رح لاقيهم بأي طريقة. فيكن تروحوا. شكراً. مين يلي عم يخطف هدول العالم بهالطريقة؟ مين بيتجرأ يعمل هيك شيء؟ أنا قتلت كتير أعداء كانوا موجودين بحياتي، بس هلأ ليش لأتخلص من هدول؟ عيل هدول الأشخاص إجوا على القصر، يعني ضروري نعمل هالشي. جبان، معقول يكون قلبك حن بهالسرعة؟ في شي منيح رح يصير بعد هالشي، لسه في 7 أشخاص وبيكتمل العدد، وقت رح يصير يلي بدك ياه. يا ابني، انت قلت انه بدك تصير شخص قوي كتير، إذا هيك بدك ليش متردد تنفذ أوامري؟ بشو عم تفكر يا ابني؟ معقول نسيت شو قال جدك؟ لا، أنا ما نسيت شي بالمرة، كل شي رح يصير مثل ما بتتمنى. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.